جواكم بس بدل الدراسة هو انطر الصوت بس يدفق It's good, huh? It's a bit different. Let's start. Okay, Shabab? Okay.
كابتن؟ أحسن أحسن. ويسار بيمين. بطل بطل فعلي. مبروك للفائزين. والآن نتوقف مع السلام الوطني الكويتي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم متسابق عبد الله الشطي. الحمد لله هذه الجولة الأولى 2013 حصلت على المركز الأول، إن شاء الله أطمح أني أتصدر البطولة. حاب أني أشكر صراحة دولة قطر على الاستضافة وعلى تنظيم البطولة، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب أني أتصدر البطولة مثل ما خذيت البطولة بـ 2012. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم متسابق معاذ جاسم الأنصاري من الكويت. اليوم الحمد لله خلصنا موتو 1، حصلت المركز الأول. السباق كان شوي صعب، خاصة أن في الأمس كانت ختام الموسم، كانت الحلبة عكس، فاليوم عكسوا الحلبة، اللاينات شوية صايرة هارد وصعبة، الزوايا مالتها صعبة، لكن الحمد لله يعني قدرنا نتجاوز هذا الشيء. أديت أداء زين الحمد لله، كان التحدي بيني وبين أخوي محمد البلوشي كابتن الفريق، والحمد لله إن شاء الله أتمنى الموتو 2 يكون أحسن إن شاء الله وأكمل الأول بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم متسابق عبيد الكتبي من فريق سكاي داف دبي. طبعا اليوم الجولة الأولى من بطولة قطر الأندورو، بطولة دولية. الحين إحنا خلصنا السباق الاول، الشوط الاول، الحمد لله توفقت وفزت. ان شاء الله باقي السباق الثاني، نجهز الحين الدراجات وبنريح شوي بعدين نبدا السباق الثاني ان شاء الله. الله يوفقنا فيه ويسلم الجميع ان شاء الله. طبعا الحلبه نفس الحلبه البارحيه، بس ان اليوم بالعكس نمشي فيها. طبعا في تغيير شيء بسيط، لكن الحمد لله يعني تمرنا على الترك وتقلمنا عليه، ونشكر الاتحاد القطري. يدين حط كتفك هني واسحب وهوز عليه هني، حطه هني، جرب هوز كذي
عندي موي بس كبتة حالي. ثاني على ثواني وعبد الله ناصر الان اتوقف مع النشيد الوطني ارجي تحيه للفائز عبد الله الشربي. بسم الله الرحمن الرحيم معاكم متسابق عبد الله شطي من الكويت. الحمد لله الجوله الثانيه هذه ب 2013 اخذها من الاول واتمنى اني اكمل بصداره واتمنى اني اخذ البطوله مثل ما اخذتها ب 2012 اكون بطل قطر. واشكر بصراحه الكابتن محمد بلوشي اللي تعب على تدريبي. الحمد لله هذا الانجاز ما هي من فراغ يا من تعب. الحمد لله ان فزت بالسباق واتمنى اني اخذ البطوله. هذا اللي اقدر اقوله. شكرا يعطيكم العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الفوز. الموتو الاول كانت عندي مشكله مع الدراجه فاضطريت اني اغير الدراجه وما كنت متعود عليها والدراجه الحمد لله خلصت ثاني. بس الموتو الثاني دشيت بدراجتي صلحنا العطل الفني والحمد لله جبنا الفوز وهذا اهم شيء. يعني انا احب يعني احب افوز وشعور الفوز حلو والحمد لله. يعني يوم الواحد يفوز وسبته يرفعون النشيد الوطني فها فخر لي والحمد لله. اهدي هالفوز لشيوخنا في الامارات وحكامنا ومسؤوليننا واقول الحمد لله على الفوز وسيطرنا على السباق ومشكورين. مبروك للفائزين صورة تذكارية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الحين خلصنا السباق الثاني الحمد لله فزت فيه بعد. طبعا اعتبر الحين متصدر بطولة قطر من اول جولة. ان شاء الله نستمر في الجولات الباقية يكون حضور لفريق سكاي دايف قوي في كل الفئات. الحمد لله اليوم جبت المركز الثاني مرتين لاول دورة القطر انديورو تشامبيونشيب. الحمد لله توفقنا بالسباق مع انها كانت 40 دقيقه وكان في حر فكانت شوي متعبه بس الحمد لله يعني توفقنا وخلصنا ثاني مرتين وان شاء الله بالبطولات الجايه ان شاء الله نجيب مراكز احسن.